بينما يحلم الكثيرون بخسارة الوزن خلال فترة قصيرة وبطريقة آمنة وفعالة، يواجه بعضهم مشكلاتنا أثناء القيام بهذه العملية نتيجة عدم القدرة على مقاومة الوجبات والأطعمة الشهية المختلفة، خاصة إذا كان معظمهم يحبون تناول الحلويات بكثرة، الأمر الذي بدوره يعيق من عملية حرق الدهون وفقد السعرات الحرارية الزائدة، وبالتالي يظل الجسم كما هو أو يزيد عن المعدل الطبيعي. ووفقا لما سبق، فإن الأفراد سريعا ما يشعرون بالإحباط والضيق فور زيادة الوزن، لذا يلجأون لتناول بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون بكثرة، ظنا منهم أنها بذلك ستساهم في إنقاص الوزن. ولعل القهوة الداكنة والقرفة والزنجبيل والشاي الأخضر على قائمة تلك المشروبات، ورغم أن الشاي الأخضر يعد أكثرهم شعبية ويقبل عليه الكثيرون في مرحلة إنقاص الوزن نظرا لما يتمتع به من فوائد عدة كالوقاية من الأمراض الخطيرة كالسرطان وضبط نسبة السكر في الدم ومحاربة أمراض الضغط عوضا عن خسارة الوزن، إلا أن تناوله بشكل مفرط وبكثرة يتسبب في مشكلات كارثية للأفراد. الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكاتيكين التي تحدث مشكلات صحية إذا كثر تواجدها بالجسم، وتتمثل في الآتي: أولا، يتسبب الإفراط في تناوله إلى تسمم خلايا الكبد والشعور بألم شديد مصاحبا لهذا الأمر. ثانيا، يصيب الأفراد بالإمساك نتيجة حدوث مشكلات في المعدة واحتباس السوائل. ثالثا، يزيد من الشعور بالدوخة والغثيان ويتسبب في نقص الحديد من الدم. رابعا، تؤدي كثرة تناوله إلى تآكل الكالسيوم، وبالتالي حدوث مشكلات خطيرة بالعظام تؤدي لهشاشتها. لذا ينصح الأطباء بتناول كوب إلى كوبين فقط يوميا لمن يريد خسارة الوزن بطريقة فعالة. كم عدد المرات التي تتناول فيها الشاي الأخضر من أجل خسارة الوزن؟ شاركنا تجربتك في التعليقات، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.